الرحيم، تحياتي. رجعنا لكم في فيديو اخر. فيديو تاعنا اليوم راح نتكلموا فيه على جمال بلماضي الناخب الوطني لكرة القدم. شفناه بعد تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا حوالي 3 أشهر، جمال بلماضي لم يظهر على أي قناة أو حتى تصريح لصحيفة أو أي قناة. جمال بلماضي ابتداء من الاثنين المقبل إن شاء الله راح يكون متواجد بأرض الوطن، راح يكون عنده اجتماع مع هي مجموعة اجتماعات مع الفيدرالية الجزائرية بقيادة خير الدين زرتشي. من بين المعلومات اللي راهي تنتشر وراهي تدور في الساحة أنه جمال بلماضي راهي طالب في الفيدرالية الجزائرية باش المحيط المنتخب الوطني باش يبعد الكثير من الناس اللي كانوا مع المنتخب الوطني، من بينهم كما ذكرنا في فيديوهات سابقة وشفنا حكيم الدين هو الأول اللي استقال من هذا المنصب، وهذا بطلب من جمال بلماضي. وما زلنا نعود فيها ونذكر بلي جمال بلماضي هو اللي أصر على تنحية حكيم مدان. الشيء الثاني راح تكون ابتداء من سبتمبر مقابلتين وديتين ضد فيفا، راح نلعبوا مقابلتين وديتين. بعض الأخبار تقول بلي راح نلعبوا ضد منتخبات إفريقية. المقابلة الأولى يوم 5 سبتمبر، من المحتمل جدا راح تكون ضد منتخب البنين. المقابلة لم تتأكد بعد. المقابلة الثانية يوم 9 سبتمبر، ما عندنا حتى معلومة، ما كان حتى معلومة تقول الفريق شكون اللي راح نواجهوه في هذه المقابلة. ابتداء ان شاء الله من سبتمبر راح يكون هناك كما دخلنا ضد فيفا، راح جمال بلماضي يلتقي بالصحافة وراح يكون الكثير من الأشياء، وراح الصحفيين أيضا راح يسألوه على الكثير من الأشياء، من بينها الاستقالة تاع حكيم مدان. اسكو عنده علاقه ما عندوش علاقه، نعرفوا الدبلوماسيه تاع جمال بلماضي ورانا متوقعين كيفاش راح يجاوب. الحاجه الثانيه ايضا اللي حدثت الاسبوع الماضي هي تعيين جمال بلماضي. خرجت الكومينيكي تاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم يقول انه جمال بلماضي هو الناخب الوطني للمنتخب الوطني الثاني، منتخب اللاعبين للوكو. دونك جمال بلماضي من بعد يخرج كومينيكي باللي استقال من تدريب المنتخب الوطني. هنا وين خرجت الكثير من التساؤلات، علاش لا فيديراسيون دارت باللي جمال بلماضي ومن بعد جمال بلماضي يستقيل؟ شكون اللي دار التشكيله هذيك تاع 18 لاعب اللي راحين يكونوا مع المنتخب الوطني للوكو؟ دونك كثير من التساؤلات راح بالفعل جمال بلماضي راح يجاوب عليها في الندوه اللي راح تسبق التربص تاع سبتمبر. هذه بين النقاط اللي راح يتكلم عليها جمال بلماضي. جمال بلماضي كما نعرفوا هو عنده برنامج طويل المدى راه يعمل عليه، وراه يحضر في نفسه ويحضر في اللاعبين. كما نعرفوا بعد لاكوب دافريك كثير من اللاعبين اللي السن تاعهم فاق ال 32 سنه واغلبيتهم راحوا الى البطولات الخليجيه، دونك راح يكون هناك زج بعض العناصر الجديده، واللي رانا نشوفوا بعض الوجوه الشابه من المواهب تاعنا الجزائريه الموجوده في اوروبا واللي ذكرناهم في كثير من الفيديوهات في قناتنا راهي تبرز وراهي تلعب في انديه كبيره، من بينها اللاعب العروسي لاعب ليفربول اللي ممكن جدا ياسر العروسي يكون في التربص القادم، ايضا لاعب نادي سامدوريا محمد بهلولي ممكن جدا يستدعيه جمال بلماضي. كثير من اللاعبين وراح نتكلموا عليهم ان شاء الله في المستقبل. شوفوا ثاني في البطوله الفرنسيه بروز اللاعب فريد ملالي لاعب اونجي، ايضا ايت نوري اللاعب اللي راه ثاني برز، واللاعب اللي راه كثير من الانديه تريد خدمات هذا اللاعب، وراه الناس تتنبأ له في البطوله الفرنسيه بالمستقبل الواعد، وممكن جدا ينتقل الى نادي كبير. ونعرفوا المناجر اللي راه معاه الان، وهو منداز البرتغالي مناجر تاع كريستيانو رونالدو وجوزي مورينيو المدرب السابق. دونك كان صرح هذا المناجر وتكلم بانه ايت نوري ممكن جدا راح ينتقل الى نادي في البطوله الانجليزيه، وكثير من الاقاويل فيما يخص هذا اللاعب. اللاعب ما جددش العقد تاعو مع نادي اونجي، نورمالمون العقد تاعو يكمل 2020، ما جددش العقد، صدير ممكن جدا 99.99% راح ما يبقاش مع الفريق، وراح نشوفوا ان شاء الله في المواعيد القادمه والميركاتو القادم نشوفوا اسكو اللاعب يقعد ولا ما يقعدش مع الفريق تاع اونجي.
كثير من اللاعبين وان شاء الله ما زالوا راح نتكلموا عليهم. دونك هذا فيما يخص اليوم قضية تاع جمال بالماضي والتربص القادم للمنتخب الوطني، ونشوفوا في الساعات القادمة هناك كثير من الأخبار راح نشوفوا جمال بالماضي، اللاعبين اللي راح يهتم بهم واللاعبين اللي راح يناديهم المنتخب الوطني، كل حاجة إن شاء الله في وقتها، ولما يجي الوقت تاع القائمة راح نتكلموا على القائمة إن شاء الله. شكرا على المتابعة، وفي الأخير تحياتنا، وإن شاء الله نتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.